من 7 سنين بالظبط يومي تقريبا ما اتغيرش، نفس الاحداث لكن بترتيب بيختلف من يوم للتاني. الحياة بالنسبة ليا من يوم ما اتخرجت ليها هدف واحد بس، عشان كده كل خطوة في يومي غرضها الوحيد هو المساعدة في الوصول للهدف ده. بالرغم من ان لسه لحد دلوقتي مقيم مع اسرتي، الا اني تقريبا عايش لوحدي وممكن ما اشوفش اي حد منهم لمدة ممكن تزيد عن اسبوع، يمكن عشان مواعيدنا مختلفة، يمكن عشان ما بقضيش في البيت اكتر من 2 ساعة ووقت النوم، ويمكن لاني عملت دنيتي الخاصة اللي محدش يقدر يشاركني فيها. السلام عليكم مدام مها. انا محمد ضحي بتاع الفضة يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. سلسلة ودلية وخاتم. تمام. لا في علبة طبعا، في علبة ان شاء الله. السلام عليكم استاذ احمد، انا محمد ضحي بتاع الملابس. انا وسهلا بحضرتك، باكد بس على حضرتك الاوردر ان شاء الله. السلام عليكم استاذ مصطفى، مع حضرتك محمد ضحي بتاع الفضه. انا وسهلا بحضرتك. السطوح ده هو فعلا مكتبي، بدير منه كل امور يومي قبل ما انزل من البيت، برتب فيه كل مواعيدي، بخطط فيه كل شغل، وكمان بكتب فيه كل الحاجات اللي بعملها في اخر خطوة في يومي زي ما هتشوف. المواصلات دي بقى بتمثل جزء مهم جدا في حياتي، بقضي فيها اكتر من ربع يومي بحكم اني بتحرك من مكان لمكان طول اليوم. الوقت ده بالنسبة ليا بيكون وقت مهم جدا، لان مساحة الوقت الوحيدة المتاحة ليا طول اليوم بستغلها يا اما في الحفظ او المذاكرة او متابعة شغل الناس التانيين، وده شيء مهم لانك بتعرف انت واقف فين ما بين الناس اللي حواليك واللي معاك كمان في نفس المجال. انت فاهم قصدي؟ ما تسمعش صوتك. لا مش عايزك تتكلم، ادخل على اغنيتك. ما احنا عايزين تخش على اغنيه. داخل تغني، داخل من الباب تغني عشان انا هبروزك واقول لك انت عشان انت كله كلامك كله علينا. انت داخل تغني خلاص، فانت هتحرك شباب بقى على الاغنيه. بس انت هتحرك على الاغنيه بس بس بس، هي بقى كانك انت اللي بتقول اهو، بترد عليه لكن ما بتتكلمش. خلاص تمام. وكده كده اصلا الماينس بتاعك انت 1. خلاص لما الثلاثة يتعاملوا مع بعض احنا دلوقتي في بروفات مسرحية السر في الملوخية،
وده تقريبا العرض رقم 12 ليا، منهم عروض هواة ومنهم عروض محترفين كانوا مع نجوم. حياتي مع المسرح ابتدت بلقاء مع واحد صديق دراسة اتكلم معايا ان هو شغال في فرقة مسرحية للهواة، وفعلا روحت وانضميت معاه في الفرقة، وطبعا عجبني الوضع جدا، حسيت ان هي هواية جوايا نفسي انميها، وفعلا ابتديت اهتم بالمسرح. مين ده يا محمود؟ ده واحد صاحبي، واحد صاحبي لسه راجع من الخليج حالا. هو بيعمل كده ليه؟ انا بتاع البرشام اخ. اكبر مستوي برشام اسهال في العالم. تعالى تعالى. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ تخرب بيتك. برشام في رقابة. بونشستير. لو سمحت لو سمحت يا عم، انا عندي صداع، ممكن برشامه؟ عيني خدي كل. طب انا عايزه برشامه. انا صداع. يا محمود هات لي منه برشامه. هو انا يا ريال؟ ما يبقاش في خمسه مغاربه. انا عايز حسن و اسمك ايه؟ وده كويس قوي ان خمسه. دنيا. لا مش دنيا. ايمان. يلا. يلا. الو؟ ايوه فندم، تحت البيت. ماشي يا فندم، اوكي. مع السلامه. سوري. انا يومي كله ماشي بالعكس. احداثه مفروض تترتب من الاخر للاول عشان تقدر تفهم. بعد بروبات المسرح بيكون عندي تسليمات الاوردرات اللي رتبت لها في اول اليوم، وده هو مصدر رزقي الاساسي، اهو زي ما بنقول كده في مصر اكل عيشي. انا بشتغل في بيع الفضه والملابس اونلاين، وبنزل بنفسي بعد البروفه اسلم الشغل. ماشي فن. شكرا شكرا فن. السلام عليكم. السلسلة والحلق والخاتم تمام. وده بقى احمد عبد الغني صاحبي واخويا وعشرة عمر. ابتدينا مع بعض في الشغل في مجالي الاساسي اللي هو المجوهرات والفضيات. كنا شغالين مع بعض في محل مجوهرات زمان، ومع مرور الوقت انا اتجهت للفن، واصبحت مهنة الفضيات دي بالنسبة لي مهنة اونلاين، وهو ربنا كرمه وفتح محل فضل، وطبعا انا باخد منه الشغل عشان اسواه اونلاين. علاقتي باحمد ابتدت من وانا عندي 10 سنين، كنا شغالين مع بعض في محل واحد. استمريت في المجال دوت لمدة تقريبا 15 سنة. ابتديت في المجال ده من اول صبي لحد ما بقيت صاحب باترينا في يوم من الايام، لحد مجال فن واخد كل وقتي. كم جرام هذول؟
المسرح كان ليه ميزة تانية بالنسبة لي، كونت من خلاله أسر تانية لي، لأني بشتغل في أكتر من فيلم. بس مجموعة مسرحية السر في الملوخية دي بقى كان أقربهم لي. احنا بنتقابل كل يوم بعد ما كل واحد فينا بيخلص شغل، سواء اليوم كان فيه بروفة أو لا، أو خلينا نقول كده تقريبا بنجمع بعض. طبعا أغلبنا سنجل، عشان كده ظروفنا بتسمح ان احنا نتقابل في أي وقت. الوقت ده بقى الوقت الوحيد بالنسبة لي اللي بخرج فيه من التفكير عن الشغل وكل حاجة عندي، وتكون فرصة للتحضير للجزء الأخير والأهم في يومي. اسعد الله مساءكم من جديد يا حبايب. ايه النهارده عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا، التطفل. يعني ايه ابقى قاعد انا واصحابي على القهوه وتليفوني موجود على الترابيزه، يقوم صاحبي ماتت عينه في قلب التليفون بتاعي وهو بيرن ويقول لي ثانيه حركات بتكلمك، انت مال منطق؟ كنت بستخدم السوشيال ميديا وسيله اني انشر عليها مقاطع تمثيليه لهوايتي المفضله، وفي يوم من الايام لقيت شخص بيكلمني على الفيسبوك وبيقول لي انه شاف الفيديوهات بتاعتي وعايزني اشتغل معاه في ابلكيشن، هو ان انا انزل عليه الفيديوهات بتاعتي ومقابل مادي. طبعا انا ما صدقتش ان ممكن اخد فلوس، لان المعروف عن التمثيل ان الممثل اجره بيبقى في السينما والتلفزيون بس. قلت مش مشكله اجرب، لو اخدت فلوس فعلا خير وبركه، ما اخدتش اهو انا موجود في مكان مختلف يشوفوني الناس مختلفة. وفعلا اشتغلت، وكان المطلوب ان انا انزل فيديوهات على الابليكيشن ده بشكل يومي، واخر الشهر بينزل لي مرتب. وفعلا ربنا كرمني الحمد لله، وابتديت افتح صفحة عليه وما كانش عندي ولا متابع، وفعلا اول شهر نزل لي مرتب وابتديت اهتم بيه علشان انا شغال حاجة بحبها، وفي نفس الوقت ليا دخل منه. هو طبعا دخل مش ثابت بس ربنا بيكرم، وشهر ولا شهر في خلال سنة واحدة بقى عندي 2 مليون متابع. وكمان مع مرور الوقت ربنا كرمني وبقيت وكيل رسمي فيه، والوكيل ده بقى بيبقى مسؤول عن مجموعة من المواهب وبيبقى وسيط بينه وبين الإدارة بتاعة الابليكيشن، اللي هو بيقبضهم وبيفهمهم السياسة بتاعة الشغل وكل حاجة. كل اللي انتوا شفتوه على مدار يوم الملخبط ده كان عشان احقق هدف عمري، وهو النزول للقاهرة والشغل فيها في مجال الميديا. بالرغم ان اسكندرية مدينة كبيرة، لكن الفن في مصر زي حاجات كتير تانية مركزي، وطبعا المركز في القاهرة. ناس كتير من اسكندرية او مدن تانية نجحوا، لكن لما نزلوا القاهرة واقاموا فيها وبقى عندهم فرص يتواجدوا في اي كاستنج او اي اوديشن طول اليوم. وانا كل اللي بعمله في حياتي عشان احقق الهدف ده، وعشان اوصل له محتاج 3 حاجات اللي انا بعملهم طول اليوم، وهم الفلوس والخبرة والشهرة على السوشيال ميديا.